يرجع لها لكن فهو هذا بعد هو الشرط كل هذا. اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رحمه الله على امه وابوه، رحمه الله على امه وابوه، كل من يشوف هذا المقطع ينشره. ماشيين عليكم الله ورسله وانبيائه. يا عمي بالعباس اخو زينب تاذينا من هذا المي، جسمنا انترى سحب وهذا خاب تقولون هذا يكذب، ثقوا بالله ورسوله، انا واحد من الناس انضربت برجلي زين؟ وهذا عمي وياي انترى سحب جسمه والله الليل ما ينامه. يا اسلام يا عباد الله هذا نقلته بسيطه، هذا ينتقل على الطيب، على الطيب يروح. لان هذا من نام مو ما ذبه بالمي بالشاط، ما يصير بالشاط، هذا يروح على المي على الطيب من يم الحولية ويطلع من يم البازي خاله مال بيت مخيليف، بس يعبر الجسر يروح على الطيب. هذا النهر مال الطيب من هناك مال قابل للمعامل، يطلع قبل من للمشرح للهور مال المشرح، حتى اصلا ما ينزل بالمي، هم يمشي له 10 كيلوات مدري 15 كيلو، يا الله ينزل بالمي. وهاي عرض صحراء وتخيل الله وتخيلكم يا معودين يا اهل الغيره سووا لنا حال، تعال شوف عمي وخل اشوفكم هذا الحال، هذا برجلي انا وحق الكفل زينب، وحق الكفل زينب ها شوفوا هذا. وهذا الزلمه هم منتهي كبدكم، ذاك العباس ابن البدويه زين هاك شوفوا هذا كل جسمه متروس حال، لا بطين لا ظهر لا جديد زين، ثقوا بالله ورسوله زين، ماشيين عليكم الله ورسله وانبياء، سووا لنا حل يا حكومه يا محافظ ميسان، احنا ما نريد نجيب طاريك بشيء مو زين، لان ترى جات تشتغل وتعبان وتعبان على العماره ما قصرت، هسه احنا ما نقول ما يشتغل، لا نضيع حاشا ما اقول التعب مالك حرامات نضيعه، بس هذا الشغل ماله مو صحيح، هذا خطا هذا الشغل ماله، هذا الشغل ماله المفروض ينذب على العرض الصحراء، يمشي بالعرض يمشي بالعرض ما يكلف هسه هو ماكو كيلو وين كيلو وين وتعبره من هناك على شو اسمه على المعامل مال الطابوق، جاي من المعامل مال الطابوق اكو شو اسمه اكو نهر ويمشي بيه، بس مو ينذب بالشط، دمر الشط دمره وحق الحسين 10 كيلوات اتحداك تشتم المي. ومروتك يا معود ابو الغيره رحمه على والديكم، سووا لنا حل الى يا حكومه العماره، ماشيين عليكم الله ورسله وانبيائه، كل شريف عنده غيره ينضرب حالته والله الكريم حتى نسوان. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقامنا من داخل العراق، تقدرون تدقون علينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين في أي لحظة من لحظات البرنامج من زاخو حتى الفاو تقدرون تتصلون بنا، أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين، فعندكم أربع أرقام للاتصال، الذني الاثنين الدوليات قبلهن اثنين محليات، ذني أرقام الاتصال اللي ما يستطيع يتصل بينا اللي ما أكو إمكانية أنه يدق علينا مع الأسف ما راح نقدر نسمع صوته، عند هذا الرقم، هذا الرقم مثل ما هو مكتوب هنا للمشاركة عبر الرسائل، فإذا ما قدرت تدق علينا مع شديد الأسف تقدر تدزلنا رسالة على رقم الواتساب اللي ظاهر أمامك الآن، أتمنى تكون رسالة مطبوعة باسمك ومكانك حتى من نقراها باللحظات الأخيرة من البرنامج نعرف الرسالة جتنا من منو ومن وين. مشاهدينا الكرام، العراق اليوم مقبل على حقبة جديدة، فترة جديدة سموها ما تشاءون، من احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق لحد هذا اليوم 19 سنة بالنسبة ما يدعون أنهم انتخبوا، مروا علينا 6 رؤساء وزراء بسبع حكومات، رايم الجعفري، اياد علاوي، نور المالكي فترتين، واجا وراء حيدر العبادي، وراء عادل عبد المهدي، وهسه مصطفى الكاظمي، وهسه من المفترض انه اكو اسماء دا تترشح حتى تكون هي تتسلم منصب رئاسه الوزراء بالفتره المقبله. من 2003 لليوم احنا شفنا هاي الحكومات، حكومات اللي مشت على نظام المحاصصه الطائفيه، نظام المحاصصه الطائفيه بان يكون رئاسة وزراء الى مكون معين بحد ذاته. شفنا هاي الحكومات اللي عاشت
في ظل هاي المحاصصة وقسمت مؤسسات البلد على ضوء هاي المحاصصة، قسمت وزارات على ضوء هاي المحاصصة، قسمت مؤسسات عسكرية ومدنية على ضوء هاي المحاصصة، قسمت منتخب كرة القدم العراقي على ضوء هاي المحاصصة، قسمت كثير من الأمور، بل مو كثير، كل شيء داخل العراق في ضوء هاي المحاصصة اللي الشعب العراقي في ثورة تشرين وقبل ثورة تشرين رفضها. اليوم احنا نريد نعرف الحكومات اللي تشكلت واللي راح تتشكل شنو اللي قدمته للعراق، شنو اللي سوته للعراق، نجحت بباب من ابواب يعني السياسة، نجحت من ابواب قيادة البلد، نجحت في شيء نقدر نقول انه هاي الحكومة نجحت به. ابواب الفشل مع الاسف يعني احنا مو نجاوب نفسنا، لكن هي موجوده وموجوده، ومو احنا نقولها، اليونسكو يقولها واليونيسيف يقولها والامم المتحده تقولها ومنظمه الشفافيه العالميه تقولها، كلها تقول انه العراق متذيل قوائم كل شيء. فاليوم هاي الحكومه راح تتشكل سين من يكون من الناس اللي راح يكون هو في منصب رئاسه الوزراء، شنو اللي راح يقدموه للشعب العراقي؟ أنتم كشارع، أنتم كشعب، كيف تنظرون لهذه الحكومة اللي راح تتشكل؟ هل راح تسير نفس ما سبقها؟ هل راح تمشي بنفس السياسة اللي مشت قبل؟ هل راح تظل الأمور على ما هي عليه، مثلا المخبر السري والاعتقالات والأبرياء اللي موجودين داخل السجون، قضية النزوح، قضية المغيبين، قضية القصار، قضية الأطفال المتسيبين من المدارس، قضية الأطفال اللي يستغلون من قبل مافيات القدية الشحاتة، قضية الأطفال والشباب والنساء اللي يستغلون في قضية الاتجار البشري؟ فهل راح تبقى الأمور على ما هي عليه؟ وذولا وذولا اللي هسه انتخبوهم على أساس وجوي وصدعوا روسنا أنهم جوي بانتخابات ديمقراطية، والكل يعرف انه وش قد النسبه وش قد اللي طبوا وش قد التزوير اللي صار بيها، راح يسوون شيء للشعب؟ محمود من الموصل، حياك الله يا محمود. الو محمود، تسمعني؟ والله ما يسوون كل شيء. حياك الله اخوي، تورط وزاد. حياك الله اخوي، اسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. هذول ابن عمي شوف اريد اقول لك، هذا الاحزاب والله هذول انتخبناهم جينا بالموصل ولا بالمحافظه، والله ما سوى يريدون السلم بس على تيالهم اطلع علينا يهزمون. ما اعطونا المالكي لو ضلع بالبرلمان الامريكي عادك بالله وما محمد رسول الله بلا تصفي وسكر عليه حزب الدعوه، شلون عندك السيل؟ شلون عندك السيل ما ينقطع تقصه من فوق يرد؟ هذا جالس سواها، هذا هو الحلبوسي معتدل صدر. شنو شيخ نسوي خلته؟ خلته رحتين من اوليه شلون قاموا قاموا الله الله، وهذول جوب البرلمان وصاروا اسع ما عاد يشتوا واحد منهم يفك اسمه، شافوا الطج اغير يعني لحدوا الحلبوسي لحدوا على بيئه تحرماتي ومصطفى قاوي خلاص صواريخ ترجع فوق راسه. هذول احزاب الدعوه، انتشر حزب الدعوه شلون السرطان؟ ما عادكم الله وما انا محمد رسول الله، واني قلتها ايش قلت لكم على الدياله؟ قلت لكم هي صارت تسع كل قواعد حرس ثوري ومن عمله قلت لكم بيها اقسم بالله العظيم دياله ما حد يقدر يصلها، خاف انك تقول وسجن وزير ما يقدر يصلوا الى زال. هذول الولد ما ندل لهم وين؟ خمس سنين ما ندل لهم وين؟ يثبت النسوان هذا الاحزاب، هذا جاينا ما خلي مدير بلديه، هذا بايدن، هذا ما يبغى تتعوض عليه ايران على الكفت، شلون حياته تبقى المشار وتلتهم؟ هذا ما عرف طيزه حيث السابع من المنقوب بايدن، خلت الميناء ما تقول تشكلت قواعد، العراق تشكل قواعد لإيران، الروس شكلت قواعد القرطوس، باليمن شكلت قواعد، هذا جالك عميل
مال امريكا ومال ايران بايدن. وقبل انا صحت يبعدوا اقول انت عامل انت هو نظر على ترامب صفاهم. انا اقول لك الحكي اقول لك نظر على ترامب صفاهم. بس نور الملك ما طول هو طلع ويبقى بربل الامريكي ما عندكم والله ما كل شيء اعرفه من يلي الامريكان شو يصير وش ما يصير. هذول الرص بعدهم طلع ويا البرلمان الامريكي عجل ايران والله تذهب علي وهذه احنا عم قلنا ما عندنا نووي مشوا علينا والله قاومناهم بس الواحد الله عجول ولا والله قاومناهم قاومناهم وقاومنا الشديد والله ثلاث يوم فقدت على فقد بالكويت ما قدرت لها بس تمرنا قطاع الجوي تعسوا على ايران والله تتخوف والله تتخوف وتمهل بايدن الوجه وجه النشال شغله في باله. نعم نعم كلهم عم على ايران وانا نعم. ممنون شكرا شكرا لك اخ محمود. ناصر من بغداد حياك الله يا ناصر. مرحبا استاذ اسد حياك الله يا غالي. الموضوع ما زحم عليك على شنو اذا ما تزحم عليك خي الموضوع انه الشعب العراقي اليوم دا ينتظر حكومه تتشكل على اساس انه هاي الحكومه نعم. راح تتشكل. المهم اذا تشكلت هاي الحكومه نعم. انتم كشارع انتم كمواطنون انتم كعراقيون بلي. كيف تنظرون لهذه بلي. الحكومه يعني راح تقدم شيء للشعب لو راح تصير مثل اللي سبقها قبلها جونا سته صاروا رؤساء وزراء. نعم والله استاذ افل انا اتوقع انه حيجي يكون أسوأ من اللي راح يعني اللي يجون يكونون أسوأ لان ذولا راح يجون مثقلين بيش اول مثقلين بالاطماع بعدين مثقلين بالطائفيه. يعني لا مواطن عراقي يصور انه اللي يجون افضل لا والله والوضع يكون أسوأ لان يتحكمون بهم تدري انت تدفعهم دول الجوار ايران ايران داخله بنص العمليه السياسيه اخي بنصها استاذ اخي نعم فهم يتحكمون من الخارج مو نقول بديهم القرار. انا اتوقع انه الحيجي أسوأ فعلى الشعب العراقي ان يتكاتف ويتآزر على الافضل لان مصالح الوطن فوق كل شيء استاذ افل. احنا رغم انه هاي الوعود يعني تصور انت الحكومه العراقيه الان تكذب وعدت العالم بوعود مو صادقه راح نعطيكم كذا ونعطيكم كذا لكن من تجي الواقع تلقي الحكومه مسيره يعني مسيره ضمن اجنده شرقيه ايران. ايران داخله بالعمليه السياسيه نسبه 90 95% اقل تقدير. فاحنا ما نتامل انه اكو احسان من الحيجي لا والله انا حسب قناعتي استاذ افهد نعم وقدام الشعب العراقي الحيجي أسوأ بهوايه وما عنده سلطه قرار عنده قرار سلطه يعني يتحكمون به الاحزاب السياسيه لان القرار بالعراق قرار سلطه مو سلطه قرار لا نعم. والله نعم نعم السلطه هي الاحزاب السياسيه تفرض رايها على الواقع. وحتى السيد اجى قال انا عندي قاعده جماهيريه، قاعده جماهيريه مالته ركيكه احنا نعرفها، لكن شو نسوي؟ هذا الواقع مفروض علينا الثلاثه. نعم. ومع الاسف مع الاسف انا اتمنى من الشعب العراقي انه ان ينتبه لهذه الحاله لان هذه الحاله معيبه. انا اخلي اجنبي يتحكم بي؟ طيب. يعني بيتي ما اقبل، فكيف اقبل انه اجنبي يتحكم بي ويسيرني؟ نعم. فانا اصبح بهالحاله عبد للغير. مع الاسف والله هاي الحكومه اللي راح تشكل هي ايرانيه 100% استاذ افل. نعم احنا نعم. ما نريد انه طيب. ننكل بس ايرانيه 100%. نعم استاذ ناصر اريد اسال سؤال. انت ببدايه الاتصال مالتك سالتني على موضوع الحلقه شنو الشاشه مالتنا ما تبين يمك لو ما تشوفنا لو مقطوع الكهرباء من استاذ رفل ما غيرته يوم 28/2 جبت حتى مصلحين 2/15 ما صلحوا ما قاعد يتغير عندي على الاتش بي. اي والله هذا عيب والله مع الاسف والله خاف التردد عندك ما مكتوب صح او اللي جوي يسوي لا 10/727 مضبوط هذا التردد 10 وماذا يطلع عندي بس يطلع كلمة رقم 8 رافدين بس ما يطلع لا صورة ولا هاي والله مع الاسف انا متأثر بها والله زين فاحنا نتمنى انه العراقيين ينتبهون على هاي لان راح يجي ليصوروا انه يفرح لهم مرود بالشارع وهاي لا والله طيب طيب احنا بثينا التردد مالتنا انت تقدر تشوف الاعاده مثلا على اليوتيوب او اي مكان. انا اتمنى ان تشوف الاعدادات ممكن
ممكن على الفيسبوك ايضا تقدر تشوف البث مالتنا. ممكن واحد يكتب لك تردد صح، بس مثلا الترميز غلط او 5/6 غلط، الاستقطاب غلط، معامل التصحيح غلط، اي خطا يصير بالتردد يمكن يحرمنا متابعتك لنا. اخ ناصر اشكرك لمتابعتك للبرنامج ويعني تواجدك ويانا وحرصك على ان تكون ضيف وصديق للبرنامج، بس اتمنى انه يجي واحد يسوي لك القناة يمك حتى تتابعنا ونتشرف بمتابعتك لنا. شكرا شكرا لك اخ ناصر. التردد صحيح، بس تأكد من الارقام اللي موجودة، البقية الترميز والاستقطاب والمعامل التصحيح. مشاهدينا الكرام، في ضوء ما بحثت عن قضية رئاسة الوزراء وهذا المنصب في قضية الدستور اللي كتب او في الدستور العراقي اللي كتب على يد الامريكان والاحتلال الامريكي بعد عام 2003، وجدت أنه الكثير من النقاط تتكلم على أن هذا المنصب هو ليس رئيس وزراء بل هو رئيس مجلس الوزراء. بمعنى وضعت هذه الكلمة في النظام السياسي العراقي لكون العراق نظام برلماني بعد الاحتلال الأمريكي، ولكون لا نرغب بتفرد الرؤساء خصوصا الرؤساء ما قبل 2003، فإن القوى السياسية وعند كتابتها الدستور رأت منح رئيس الوزراء عدم منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة، فإنه لا يمنع تفرده ثانية، لكن هذه المرة باسم الديمقراطية، وبالتالي أصبح هذا الأمر بتقييد صلاحيات رئيس الوزراء وجعله رئيسا لمجلس الوزراء، يعني مو رئيس وزراء، هو رئيس لمجلس الوزراء. شنو المعنى من هذا الكلام؟ لما بحثت عليه يقول أنه يدل على أن رئيس مجلس الوزراء لديه داخل الكابينة الوزارية في حكومته صوتا واحدا موازيا لصوت اي وزير، يعني ما يقدر يتخذ قرار بدون ما يكون اكو اجماع داخل مجلس الوزراء. السؤال اللي راح اطرحه هسه مو على الشعب، راح اطرحه على اي واحد يعمل في العمليه السياسيه، ان كان في البرلمان العراقي، ان كان في رئاسه الجمهوريه، ان كان في رئاسه الوزراء. اتمنى يدق علينا ويتصل بالبرنامج ويقول لي هذا الكلام اللي قريته بخصوص تسمية رئيس مجلس الوزراء وأن يكون له صوت موازي لصوت أي وزير، هذا دا يشتغل بالعراق وراء 2003؟ لو هذا كلام بس بالدستور. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أستاذ أصدق. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سادي أي رئيس وزراء تحكون عنه؟ والله 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 إذا جم هم دمروا البلد يا أستاذ أفل، الله يخليك. هذول هم ليش هو العراق هسه عنده سياده؟ اتحدى واحد هسه بيهم يقدر ذاك اليوم المفخخات وجسمه شو ما قدروا يحكون ويا ايران، اتحدى واحد بيهم هسه يقدر يطلع ويحكي على ايران، اتحداهم كلهم برلمان ولا رئيس وزراء ولا غيره، اتحدى ليش هم عندهم سياده استهدفه؟ هذول مو راعي كرامه يا اخوي العزيز الله يخليك. هذول لو عندهم كرامة كان خلوا كرامة للبلد. هذول هم ضيعون أستاذ أفن الله يخليك، هم دمروا الشعب، هم دمرون هذول. فنسأل الله أن يخلصنا من عدم إن شاء الله، نسأل الله أن يخلصنا من عدم. والله يا عمي تعبنا يا أستاذ أفن. نعم. هذا الشعب جريمة، جريمة يصير بهيش، والله جريمة. وأنا أشكرك أخوي. شكرا لك أبو عراق. أبو مروة من كربلاء حياك الله. الله يحييك استاذ افل. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يا عيني. اخي انا اريد اطمن كل الطبقه السياسيه، اقول لهم احنا كمواطنين ما نعول ابدا على اي تشكيله حكوميه ابدا، مهما يتحدثون ويختلفون من عدد المقاعد ونسبه التنصب، اليوم صار لهم 4-5 شهور، بالنتيجه احنا ندري وزاره راح تتأسس على حسب المكونات، وهذا العرف ما ممكن يتنازلون عنه. أخي هذا العرف ما يتنازلون عنه، وأي شخص أي شخص يجي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية مهما يكون ما يخرج عن نهج هذا المكون أو القومية اللي نصبته، وطبعاً هذه محاصصة تشمل كل الوزارات. نعم. فعليه لا يوجد عمل وطني، والصراع يبقى مستمر من أجل المناصب والمغانم أخي، فلذلك
خلنا نطمنهم ونقول لهم انه ما ممكن ان تشكلون حكومه وطنيه ابدا. نعم. طالما بديتوا بالمحاصصه الطائفيه. شكرا اخي. شكرا شكرا لك ابو مروه. احد السياسيين ما ذكر اسمه مع الاسف، لكن وجدت انه تقرير له يقول على الرغم من تحييد صلاحيات رئيس الوزراء بحسب الدستور اللي هم كتبوه واللي ملى عليهم من قبل الامريكان، لكن اعطيت الى صلاحيات اكبر كون القائد العام للقوات المسلحه ايضا، وانه الحكومه هي اللي ترسم سياسه السياسه العامه للدوله. لذلك فان الوقت اللي سلبت من رئيس مجلس الوزراء الرجاحه او الارجحيه في التصويت داخل مجلس الوزراء، لكن عنده صلاحيات اخرى، هاي الصلاحيات ما موجوده عند باقي المكونات السياسيه، وعليه كان التخوف من هذا الامر. القضيه الثانيه انه يقولون احد التقارير يقول المخاوف باتت اكبر هذه المره بعد ان وجد البيت الشيعي وقواهم السياسيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي انتهت ولايته وهي ولايه غير مقنعه وغير مرضيه وغير مرضي عنها من قبل الاطراف داخل البيت الشيعي نفسه، فالطبقه السياسيه العراقيه التي تسلمت السلطه من الامريكيين بعد عام 2003 وجدت نفسها امام معضله كيفيه اداره دفه الدوله في ضوء متغيرات سياسيه داخليه وخارجيه وتحولات مجتمعيه واقتصاديه بدت معها وصفه ما بعد 2003 غير قابله للحياه. السؤال اللي ينطرح هنا هو لما صار اكو مشروع سياسي بعام 2003 ولما نجوي على ظهر الدبابه الامريكيه يحملون مشاريع سياسيه، كافه الاحزاب جتي هي حامله مشاريع سياسيه، كافه الاحزاب جتي مع الدبابه الامريكيه مع المحتل الامريكي وقفت جنب الى جنب مع جورج دبليو بوش الابن، وهم يوعدون الشعب العراقي برفاهيه وسعاده ورخاء وان يكون البلد امن وديمقراطيه. هاي المشاريع كانت بس حكي زين. هم لما يقولون انه هذه الوصفه غير قابله للحياه، ماكو مثلا خطه باء؟ ماكو مثلا خطه جيم؟ كنا تعلمنا احنا ببيوتنا ما نريد شغله اكو خطه الف، اذا ما صارت اكو غير خطه حتى نسويها. هم كدوله ما عندهم هذا الشيء. اسامه من كركوك حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك يا حسن صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. غاديك. نحمد الله على كل شيء، تفضل اغاتي. الو. اسمعك. لا صدق اشكرك واشكر القناه القائمين على البرنامج. الله يسلمك يا غالي. بالنسبه لموضوع حلقك ما عرفت شو السبب. صوتك دا يقطع بس عيد لي شنو؟ موضوع حلقتك مستلفت. موضوع حلقتنا الحكومه اللي راح تتشكل بهالفتره المقبله. نعم. تتخيلوها راح تأدي دورها؟ تتخيلوها أنتم كشعب عراقي وكمواطنين عراقيين أنه راح تقوم بواجبها تجاه هذا الشعب وتجاه هذا البلد؟ تتخيلون هاي الحكومة مثل ما يعدون راح تصير بها إصلاحات لو حالها حال سبقها؟ والله بالنسبة للحكومة ما راح يتغير كل شيء، هم نفسهم موجودين، مو يقولون المجرب لا يجرب، نفسهم اللي بيش الحكومة هم نفسهم، مش راح يتغير، كل شيء ما راح يتغير. كل شيء ما راح يتغير. ولا راح يسوون أي شيء في هذا الشارع المقرود. نعم. مجرد تبديل أدوار. راح ذاك من رئاسة الجمهورية راح يجي هذا الثاني هي رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ذاك وهكذا، والعراقيين مقرودين، كل شيء ما راح يتغير. كل شيء ما راح يتغير أستاذ أسد. نعم. وش راح يسوون يعني البطالة نفسها موجودة. السرقات موجودة. لا ضمان اجتماعي ولا صحي، والناس يعني على غلاء يعني قاعد تشوف هذا صار احنا كلها غالي صاير كلها ماكو شيء ما راح يتغير شيء صار يعني راح عصا سحريه يطلعون العراق لبرا الامار لا والله ما راح كل شيء يتغير. يعني استاذ اسد؟ اي اسمعك. الو اسمعك اغاتي. وهاي يعني تعرضن هذول الصور هم قاعدين البنت نوع المجلس النواب عفوا النهاب من راح اغيط العبء زائد على العراقيين استاذ احمد، لان ذولا راح ما صعدوا للمجلس النواب راح ياخذون هم تقاعد ومجموعه جديده هم راح تاخذ رواتب وامتيازات وتقاعد والعراقيين شكلهم الضيم والقر.
نعم نعم الله عليك واشكركم على البرنامج. لا شكر على واجب. شكرا شكرا جزيلا لك اخ اسامه. مشاهدينا الكرام، واحد من التقارير اللي يتكلم بها عن مواصفات اللي ترجوها الكتل السياسيه والاحزاب في العراق في الشخص اللي يطوه منصب رئيس مجلس الوزراء، يقول فاقمت الحكومات قضيه الفساد في العراق في زمن نوري المالكي او في ولايه نوري المالكي عام 2007 بعد تدخل المالكي وحكومته في قضايا مكافحة الفساد والتلاعب بالتحقيقات للحصول على منافع سياسية وترهيب المنتقدين لمنع تكرار الحركات أو نمط الحركات الشعبية التي أسقطت حتى الآن 3 أنظمة في المنطقة في وقت التقرير. يتكلم عن الربيع العربي، لكن تلاشت مصداقية هذه الحكومة والحكومات اللي تلتها بسبب هذه التدخلات. ما قال أنه ماكو فساد قبلها، لا، هو قال بدأ تفاقم الفساد، بدأ الفساد ينتشر بشكل أكبر، بدأت الناس تركز على الفساد بشكل أكبر. قضية صفقات الأسلحة وصفقات السيارات المشبوهة وصفقات المشبوهة وغسيل الأموال ومزاد العملة والدولار والاستيراد من إيران وأيضا دفع الأموال إلى إيران بدون شراء شيء أو مقابل، كل هذه الأمور أدت إلى تلاشي مصداقية الحكومة في المعركة ضد الفساد. السؤال اللي ينطرح هنا الأخ أسامة من كركوك يقول المجرب لا يجرب، وهواية من أبناء الشعب العراقي متوافقين ويا هاي الكلمة وموافقين عليها وراضين بيها. زين، ليش باقين لحد الآن دولة يتحكمون بالبلد؟ ليش لحد الآن دولة هم اللي يديرون دفة الحكم بالبلد على الرغم أن العراقيين مقتنعين أن المجرب لا يجرب؟ ليش هم موجودين والشعب العراقي ما يريدهم؟ ليش هم موجودين والشعب العراقي ما راضي بهم؟ ليش هم موجودين والشعب العراقي ما قابل بهم؟ ليش هم موجودين والشعب العراقي يعرفوا فسادهم؟ ليش؟ أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سيدي الكريم، صراع المناصب قد عرفناه في العراق وأصبح سمة لكل السياسيين في العراق. نعم. صراع المناصب لن ينتهي. الذي ياتي الى سدة الحكم والذي ياتي على راس الحكم يجب ان يكون لديه اهداف وطنيه. يجب ان يكون لديه اهداف وطنيه ويجب ان يتحرك من الداخل. اهداف هؤلاء الذين قد جثموا على صدورنا دائما ما تكون اهدافا اما طائفيه او تكون اهدافا ماديه. الأهداف الطائفية معروفة أن كثيرا من السياسيين المدفوعين طائفيا من دول الشرق وغيرها يأتون إلى غايات طائفية، غاياتها ربما تكون تطهيرا طائفيا، والغايات الأخرى من بعض السياسيين قد تكون مادية. اختلطت الغايات بين الغايات الطائفية المدفوعة من الخارج وبين الغايات المادية. لو نظرت إلى تاريخ المناضلين في بعض الدول تراهم قد قضى عمرا في السجون، قد قضى عمرا في التغريب، لكنه عنده هدف في داخله، هدف يريد أن يصل إلى سدة الحكم لكي يؤدي رسالة، لكي يحكم، لكي يعدل، لكي يقدم شيئا إلى وطنه. كمثال لذلك نيلسون مانديلا الذي قضى كثيرا من حياته في السجن، لكنه عندما وصل إلى سدة الحكم حارب الطائفية التي تحارب بعض البشر على أساس أحوالهم، فأقر المسامحة وأقر العدالة والمساواة بين السودي والبيض. هذا قضى حياته في النضال. تعال إلى سياسيين اليوم، أين قضوا حياتهم؟ قضوها أما في المنافي في دول التغريب، وقضوها في أماكن شتى، ربما نخجل من ذكر هذه الأماكن. إذا أتوا إلى هذه إلى سدة الحكم ماذا سيحملون؟ ماذا سيحملون في جعبتهم؟ سيحملون أفكار طائفية انتقائية. والذي قضى حياته مهجرا في بريطانيا وفي إيران وفي غيرها لن يأتي إلى سدة الحكم بأهداف سامية، لأجل أن يحكم، لأجل أن يحكم ويعدل، لأجل أن يقدم شيئا للشعب. سيأتي من أجل الانتقام الطائفي
وسيأتي من أجل سد النقص الذي يعاني منه ذلك السياسي. فالصراعات التي يتصارعون فيما بينهم من أجل السياسة، لو أنهم نظروا إلى حال الشعب، هم لا ينظرون إلى الشعب المسكين الذي ينتظر تشكيل الحكومة، وللأسف أن الأكثرية مخدوعون أبو سمية أنت قلت لي يجب أن يكون على من يستلم منصب سيادي في العراق كرئيس مجلس نواب، رئيس مجلس وزراء، رئيس مجلس رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية، يعني يجب أن يكون وطنيا. لكن السؤال اللي أرد أوجه لك إياه، شلون اللي يجي اليوم بالعراق بال 2022 تريده يكون وطني وهو مشتري المنصب شروة؟ شلون تريد يكون رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية وطني هو دافع فلوس زي يصير رئيس، بالمقابل تلقيه باني قصر بملايين الدنانير وأقضية الفلوجة والأنبار والنواحي مدمرة، وكذلك رئيس الجمهورية وكذلك رئيس مجلس الوزراء. العراق من شماله إلى جنوبه اليوم مدمر، فكيف نحصل على هذه الوصفة؟ يا سيدي الكريم، هنا تكتب العبرات. الذي يأتي إلى سدة الحكم في العراق أصبح واضحا أنه ليس سياسيا وطنيا. اليوم أصبح مسلما ومفهوما لدينا ولدى الكثيرين أن الذي يأتي إلى الحكم، الذي يشتري الكرسي ملايين الدولارات، سيأتي من أجل وطني، سيأتي من أجل مصلحة مادية، أو سيأتي من أجل غايات طائفية، أو يأتي إلى سدة الحكم لأجل أن يغطي على النقص الذي عانى منه ومعانا في أيام قضائه في بعض أيامه في المنصب. هذه الوطنية التي يأملها الكثيرون لن نراها ولن نجدها عند السياسيين الذين يأتون إلى سدة الحكم. وشكرا لبرنامجك. شكرا لك أبو سمية. قضية الوطنية، يعني مرة سمعت من أحد الأشخاص يقول أنتم مصدقين مجلس النواب من يستجوب وزير أو يجيب واحد من المسؤولين ده يستجوبه؟ يقول هاي قدام الناس بس وقدام الإعلام، هاي إذا صارت جلسة مفتوحة، ما إذا جلسة سرية فش قد تطيني وش قد أنطيك. يقول فعليا اليوم هي عبارة عن إش قد تطيني وش قد أنطيك. والدليل للرجل اللي سمعته يقول، والدليل رجع اللقاء مش عن الجبوري وشوفوا شو يقول بي. يقول أنا هواية قضايا فساد تصير يطون فلوس بيها تنسد، وأنا واحد من الناس اللي أخذت فلوس في قضية فساد وضحكت عليه الكذا الكذا. فيقول هذا الدليل، يقول انتم لا تصدقون اللي اكو اليوم بالعراق رقابه واكو شيء. وايضا احد التقارير اليوم يقول بعد عام 2003، عام اعوام 2006 و2007 هي الاعوام التي غاب فيها القانون نتيجه الحرب الطائفيه ونتيجه التفجير الدراماتيكي في سامراء، وايضا كثير من العوامل ادت الى غياب الرقابه. يقول في الدستور الإطار القانوني عدد يلزم الدستور الإطار القانوني عدد من المؤسسات مثل ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، المفتشين العموميين، البرلمان، المحاكم، بمراقبة عمليات الحكومة المالية وأدائها في تنفيذ المشاريع. يقول لكن أيا من هذه المؤسسات لم يكن قادرا على الوقوف في وجه تدخل الحكومة وتعنتها وتلاعبها ووجود إطار قانوني ناقص وتهديدات مستمرة باستعمال العنف، يقول أدت إلى استمرار الفساد على ما هو عليه. واليوم وصل الفساد إلى أعلى مراحل لدرجة أنه أي مواطن ما يقدر يحصل هوية أحوال مدنية وهي حقه بدون ما يدفع رشوة. أبو عمر من الناصرية حياك الله. أبو عمر تسمعني؟ ألو بس إذا أمكن أخوي العزيز نصي لي صوت التلفزيون حتى نسمعك وتسمعنا، تفضل أغاتي. أبو عمر من الناصرية. السلام عليكم عمي أفل، شلونك؟ عليكم السلام، بس نصي لي صوت التلفزيون يا غالي. أسمعك عمي، أسمعك. أي. شلونك عمي؟ هلا بيك يا الغالي. ألو شلونك عمي؟ هلا بيك يا الغالي. شلون صحتك؟ نحمد الله، تفضل. طبعا أنا أشكر قناة الرافدين دائما صبر قبل الحدث، والله العظيم وكادر الشريف عمي عمر. لا شكر على واجب. على مسائل تشكيل الحكومة، عمي تشكيل الحكومة دول كلهم العوبية ودول كلهم ديولة. العراق الدير راح، العراق الدير عمي، دول كلهم مساومات
يا كاظمي يا فلان يا فتان حشاش، هذول لعبوا بالعراق لعب عمي، ما خلونا شيء. شو ما خلونا؟ حكومه شفت هاي عمي، حكومه شفت، يا حكومه هاي عمي، يا حكومه هاي يقتلون ويشربون، يا حكومه عمي، يا اللي حاشيه ما حد حاشيه، بس الصوت مو بهم، العيب مو بهم، العيب بالشعب، العيب فينا احنا. نعم. ليش؟ يلعب الصوت في الشعب مع الاسف، كله مساومات، شنو عمي شنو برلمان شنو هاي، كله مليارات مليارات هاي، كله بالعراق. طبعا شوف انا حاجيك عمي، طبعا اسرائيل ايران والله العظيم دول مشتركين كلهم ضد العراق وامريكا على راسها الشيطان الاكبر. قالوا لا دول بادت شعب العراق عمي، شرق حضارته ايش خلوا بهم؟ ايش خلوا بنا؟ ما ادري ايش خلوا بنا من 2003، ايش خلوا بنا عمي؟ يا مالكي يا هذا كل من عندنا مثلا يملك المال الخاص فيه حبيبي، جايين دول حراف والعصر كل سياسه ما يعرفونه، اعطيني بيهم على واحد عرف سياسه يا ابوي. يا نعم دول لصوص، دول ما يستحون، دول ما يخجلون، دمار دمار والله العظيم. الاهوال تقل من عرسهم، الله لا يوفقهم ان شاء الله، والله راضيهم مع الشريف. عزيزك بيت من الشعر هذا يسوهم على بلاده، خلي يسوهم على شرف، خلي يتبعوني هم. اما افادي. نعم شكرا لك ابو عمر. احد القانونيين في التقرير اللي موجود امامي هم يعني رفض انه يذكر اسمه، يقول خوفا على حياة عائلتي، يقول اطار عمل الرقابة القائم في العراق حاليا والذي اقيم من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة في عام 2004، حيث اجرت هذه السلطة عددا من الاصلاحات غير المدروسة من البداية. يقول جردت ديوان الرقابة المالية اللي كان المؤسسة الوحيدة بالعراق من هذا النوع من سلطات واسعة، بما في ذلك السلطة الحصرية للرقابة على المشتريات العامة وإحالة قضايا الاشتباه بالفساد إلى المحاكم. شغلة ثانية، نقلت سلطة الائتلاف المؤقتة هذه السلطات إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة أو مؤسسة أنشئت عام 2004 وهي حديثة الإنشاء، لتكون الجهة المخولة بجميع أنشطة مكافحة الفساد رغم تغلبها على مخاطر هددت وجودها في سنتها الأولى. لكن الهيئة لا تستطيع حتى اليوم بالقيام بأي تحقيق بشكل مستقل نتيجة لمشاكل من الموارد البشرية ولصعوبة الوصول إلى بعض الإدارات الحكومية ولتعيين الأشخاص على حسب المحاصصة الطائفية. يعني حسب ما يقول هذا القانون، يقول الهيئة الوحيدة اللي تراقب هي بمحاصصة. هاي الهيئة شقد بها 10، كل واحد بيهم تابع الحزب وتابع الكتلة. الهيئة الوحيدة اللي مفروض أنه هي ما لها علاقة بحزب، ما لها علاقة بكتلة، ما لها علاقة ببرلمان، ما لها علاقة بأي شيء، هي تابعة القضاء العراقي. القضاء العراقي اللي من المفترض أن يكون هو السلطة العراقية الثالثة بعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، عندنا السلطة القضائية، من المفترض أن تكون هاي السلطة هي أعلى من التشريعية والتنفيذية، من المفترض أن تكون السلطة القضائية هي السلطة رقم واحد بالعراق لمراقبة السلطة التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبة السلطتين التشريعية والتنفيذية على أي خلل يحصل بالبلد. اليوم السلطة القضائية بالعراق كل العراقيين يعرفون حالها، وكل العراقيين يعرفون أنه رئيس مجلس القضاء الأعلى يعين تعيين من قبل الكتل والأحزاب السياسية. عندنا سلطة رابعة تعتبر هي غير رسمية، هاي السلطة من المفترض أن تكون لها بعض الصلاحيات وبعض السلطات أيضا، أن تكون لها صلاحيات للدخول إلى كافة الأماكن، أن لا يكون هنالك رقابة على عملها، أن لا تكون هناك مضايقات لعملها. هي سلطة الصحافة أو الإعلام أيضا. اليوم كلكم تعرفون الخلل اللي دا يصير لما مراسل صحفي أو مصور تلفزيوني يطلع يصور، أو مراسل يطلع يتقصى قضية، شنو اللي يصير والكاميرات اللي تكسرت والصحفيين اللي اعتدي عليهم. والعراق صنف كأكثر دولة يتم فيها الاعتداء على الصحفيين، كأكثر دولة خطرا لعمل الصحافة والصحفيين. فاحنا اليوم نريد
نجد مكامن الخلل. أنتم كشعب عراقي تقيمون الخلل وين؟ إذا هم فمن اللي يوجد الحل لهذا الخلل؟ بيتي يريد يوقع، أنت كصاحب البيت شو تسوي؟ تعوف على الله ويوقع بيك أنت وهلك؟ لو تعالجه اليوم البيت العراقي دا يوقع إذا ما وقع، لأنه مع الأسف مليارات الدولارات مو الدنانير ضاعت، خيرات البلد ضاعت، مياه البلد ضاعت. والفيديو اللي طلع في بداية البرنامج هو لرمي مياه شبكات الصرف الصحي في نهر دجلة. كل اللي دا يصير اليوم بالبلد لأنه كل شيء دا يضيع وإحنا ساكتين، فأنتوا تتوقعون هذا الشيء صح لو غلط؟ محمد من أمريكا حياك الله. ألو. ألو. أحيي لقناة الرافدين والكادر. حياك الله يا غالي. دول عار يحكمون البلد دول حشاك الحسالة. دول عم عصابات. هذا أسد. دول رب العصابات. دول إرهاب. ليش الحكومة؟ دول ولاهم كل ليرة. ليش للعراق؟ دول ما عندهم غيرة على حشاك على أعراضهم. ما عندهم غيرة على البلد. عندهم غيرة بس على العجم. دول كلهم ملاهم غيرة يا عمي. عشاك هم كانهم جابوا مال اكرم ماي طلع جبلوا هم ذولا دمروا البلد. ما تقتل من صف هم يعذبون الصفحة السجون متروسة في العلاقة يعني يسول عليها حارس الثوري الإيراني. ليس هم يقودوا البلد، حارس الثوري الإيراني يقود البلد. عم ذولا أهل العمر من الشارع قاعدين يكرر البلد بس يطلع لك زين من ذولا الزيون يقول لك هذا خط أحمر. هذا يا خط احمر عمي فرهدوا البلد. فلوس الائمه وين ودوها؟ فلا للخارج كفيلك الله. عمي التقارير تحت تسمعها تقارير اوروبيه طريقه اموال البلد العراق كلها جايه هربوا لاوروبا بلندن. هذا السيستاني هو القصور مالته كلها بلندن كلها ملايين الدولارات عمي. والشعب كاتل الجوع ما عنده قرصه خبز. عمي وينك يا شعب؟ اصحى اصحى يا شعب. وين المجاهدين الابطال أهل الرمادي أهل الفلوجة أهل التكريت صلاح الدين؟ وينكم أهل الغيرة؟ خلصوا البلد من دول العجم. وينكم يا أيها الشرفاء أيها الناصرية البصرة؟ هجوا على دول الحسالة. يعيش العراق ويعيش. أحيي القناة الرافدين والكادر. حياك الله هذا أسد. حياك الله أخوي العزيز أخ محمد. مشاهدينا الكرام بالنسبة إلى رسائل واتساب وجدت ثلاثة رسائل أو ثلاثة أشخاص يرسلون فيديوهات يقولون نتمنى أنه تعرضها شاشة الرافدين. أخي العزيز بالنسبة إلى الأشخاص اللي يدزون فيديوهات هذا الرقم اللي تشوفه أمامك هنا غير يعني شلون أقول لك مو للفيديوهات. عندنا أكو رقمين جوه هسه طلعا نافذة أنت ترى اللي نهاية 5663 و5661 تابع هذا الشريط الإخباري جوه شوف الأرقام ما نافذة أنت ترى وتقدر ترسل عن طريقها الفيديوهات. واللي ما يقدر يتابع خلي يسجل 0090552684561 والرقم الثاني نهايته 5663 دزوا عليهن وإن شاء الله يشوفوها الإدارة والشيء اللي ما باثي يبث. أما الرسائل اللي وصلتنا السلام عليكم أخي العزيز. ما يحصل في العراق هو أكبر إهانة مخفية بس إحساس من قبل السياسيين ماكو. السلام عليكم أستاذ أفل يا محترم. بالنسبة لحكومات الفاسدين من عام 2003 يسرقون الشعب العراقي ويعمرون بدول عربية وأجنبية وخليجية وما يعمرون ببلدهم لأن اللي ما إلى خير ببلده ما لوش خير في حد. أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى. حياك الله أخوي العزيز أحمد. السلام عليكم. أنا قبل مدة سألت عن تردد القناة على جهاز الإنترنت ومثل ما حضرتك قلت أنه سوف يتغير أوتوماتيكيا. نعم صحيح أنا الآن أشوف القناة كاملة وشكرا لكم الدكتورة إيفا. دكتورتي العزيزة أي شخص يتابع القناة عن طريق يتابع القناة عن طريق جهاز يستخدم الإنترنت هو الآي بي تي في أو أي نظام مشابه إلى الآي بي تي في ما يحتاج يدخل التردد لأن الشركة اللي تبث لكم هي اللي راح تسويها. العفو وتدللين. السلام عليكم أستاذ. خلي يفرع الشعب العراقي أنه سيأتي رئيس الوزراء الجديد مثقف وتربى في أحضان إنجلترا ومبارك من قبل ملكة بريطانيا والتحالف الأوروبي وجهز أو جهز لحكم العراق من عائلة الصدر. انتظروا يا شعب العراق
سنقتل بشكل حضاري الذي رسمه الاحتلال اليوم، قتل تدمير كليا، طائفية سلب نهب ثروات وجوع. حتى حكام العرب يعلمون بهذا الواقع من أجل الحفاظ على كراسيهم، وقدموا الشعب العراقي الشجاع ضحية للأجنبي، لكن أقول الحل بيد الشعب. مشاهدينا الكرام، التقارير تشير إلى أن ما يحصل اليوم بالعراق هو نفس النظام، وأنتم أشرتوا، والأخ أسامة في اتصال أشار أن المجرب لا يجرب. فيبقى الحل مثل ما قال أخويا اللي دز رسالة في آخر رسالة، بيد الشعب العراقي. فإذا الحل بيديكم، أنتم شو راح تسوون؟ هذا اللي راح تكشف لنا يا الأيام بالمستقبل. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر بإذن الله، أو عفوا يوم الجمعة، في أمان الله.